وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح بالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ثم الصلاة والسلام على من نظر إليه القرآن الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم والمسمى بمحمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إن الله سبحانه وتعالى قد مدح فاطمة الزهراء سلام الله عليها في كتابه العزيز في كثير من الآيات القرآنية، من جملتها الآيات الواردة في سورة الإنسان. نتكلم قليلا في تلك الآيات التي قالوا المفسرون وأئمة الحديث من أهل السنة والشيعة بأنها نزلت بعد نذر أهل البيت عليهم السلام، كما ادعى الشهرة الزمخشري في تفسيره الكشاف حيث قال: ما هو المشهور في سبب نزول آيات صدر السورة هو نذر علي وزوجته وولديه عليهم السلام. واعترف بذلك جمع كثير من كبار علماء أهل السنة كالواحد في أسباب المنزل والبغوي في معالم التنزيل وسبت ابن الجوزي في التذكرة والكنجي في كفاية الطالب وغيرهم والسيوطي في الدر المنثور والحاكم أبو القاسم الحسكاني وكثير من العلماء من أهل السنة ذكر العلامة الأميني على الله مقامه الشريف في كتابه الغدير أنه وردت الرواية الحاكية لقصة نذر أهل البيت عليهم السلام عن طريق 34 عالما من علماء أهل السنة المشهورين مع ذكر كتبهم والصفحة. ونقل المرحوم قاضي نور الله التستري على الله مقامه في إحقاق الحق من 36 كتب من كتب العامة. والحديث هو هذا:
عن ابن عباس إن الحسن والحسين مرضا فعادهما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ناس معه فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك فنذر علي وفاطمة وفر جارية لهما إن برئا مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام. وعلى بعض الروايات إن الحسن والحسين عليهما السلام أيضا قالا نحن كذلك، يعني نذرا للصوم. فشفيا وما كان معهم شيء، يعني ما كان في البيت شيء للأكل. فاستقرض علي عليه السلام 3 أصواع من شعير، فطحنت فاطمة صاعا واختبزته، فوضعوا الأرغفة بين أيديهم ليفطروا، فوقها عليهم سائل وقال السلام عليكم أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما. فلما أمسوا، يعني اليوم الثاني، ووزعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه وباتوا مرة أخرى لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما. ووقف عليهم أسير في الثالثة عند الغروب ففعلوا مثل ذلك، يعني آثروه. فلما أصبحوا أخذ علي بن أبي طالب عليه السلام بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أبصرهم النبي وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال صلى الله عليه وآله ما أشد ما يسوني ما أرى بكم. فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق بطنها بظهرها وغارت عيناه، فصاءه صلى الله عليه وسلم ذلك. فنزل جبرائيل وقال خذها يا محمد حناك الله صلى الله عليه وسلم حناك الله في أهل بيتك. فأقرأه السورة، يعني سورة الإنسان. هذه الرواية مشهورة بل متواترة عند أهل السنة، وأجمعوا علماء الشيعة على ذلك واعتبروها من مفاخر الروايات الحاكية من فضائل أمير المؤمنين وفاطمة عليها السلام والحسن والحسين عليهم السلام. واشتهرها بحيث ورد ذكرها في الأشعار، أشعار القدماء، حتى وردت في شعر الإمام الشافعي يقول إلى ما إلى ما وحتى متى أعاتب في حب هذا الفتى، يعني أمير المؤمنين. فهل فاطم زوجت غيره وفي غيره هل أتى هل أتى. وقال الآلوسي من المفسرين من أهل السنة من اللطائف أنه سبحانه وتعالى لم يذكر فيها، يعني في السورة الحور العين، ذكر في هذه السورة في هذه السورة في بالنسبة إلى نعمات الجنة كلها تقريبا
إلا حور العين، وإنما صرح عز وجل ببلدان المخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول. الله كلام آلوسي. وإذا قال في ذيل هذه الآية: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، عن ابن عباس هذه الرواية: بين أهل الجنة في الجنة إذ رأوا ضوءا كضوء الشمس وقد أشرقت الجنان به، فيقول أهل الجنة: يا رضوان ما هذا؟ وقد قال ربنا: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فيقول لهم رضوان: ليس هذا شمس ولا قمر، ولكن علي وفاطمة ضحكا وأشرقت الجنان من نور ثغريهما. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى خمس خصائص لأهل البيت عليهم السلام. يعني هذه الخصائص من جملة هذا أهل البيت فاطمة الزهراء عليها السلام في الأسبوع المقبل، يعني مناسبة لميلادها سلام الله عليها. الأولى: الوفاء بالنذر. في الآية يقول: يوفون بالنذر. هذا الصفة الأولى، الخصلة الأولى، يوفون بالنذر. ويجب أن يكون هذا أسوة للمسلمين، أسوة للجميع، لأن نحن لما نتكلم عن فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عن فضائل فاطمة الزهراء، يجب أن يكون كأسوة نقتدي بهم في هذه الأمة. نعم، هم في أعلى الدرجات بالنسبة إلى هذه الصفات، ولكن نحن أيضا لازم نذهب إلى تلك الجهة، لأن الناس ربما ينظرون في المواقف الصعبة إذا كان عندهم احتياج أو مثلا مشكلة أو صعوبة أو مريض أو أمثال ذلك ينظرون، ولكن بعد الحل المشكلة يعني ينسون، نسيان بالنسبة إلى وفاء بالنذر. وهذا الأمر مهم، أنه سبحانه وتعالى تكلمنا سابقا قبل أسابيع بالنسبة إلى مسألة الوفاء بالعهد في قوله تعالى: وكان عهد الله مسؤولا. آية أخرى: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هذا مقام الصديقين، لا يقولون إلا ما يفعلون، ولكن بعض الناس إيمانهم إيمان يعني مجبر إجباري، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نذروا مثلا ينظرون نظورات، ولكن لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكنا لازم أن نتذكر من نقطة مهمة، وهو عند النذر لازم إنسان يشاهد طاقته واستعداده بالنسبة إلى وفاء بالنذر، لأن في نفس الزمان في يعني في وسط المشاكل صعوبات إنسان ممكن عقله لا يعمل، ينظر بما فوق طاقته. هذا لازم نهتم، يعني لا نوقع أنفسنا في مشكلة عديدة أو بعض الأحيان في حرمات الإلهي إلى آخر العمر. ينظر أنا أفعل كذا إلى آخر حياتي، أقرأ مثلا القرآن أو مثلا ختم القرآن في كل شهر في كل أسبوع مثلا، أو مثلا أنظر كذا بكذا مثلا مبالغ، ثم بعد حل المشكلة يشاهد نفسه أنه لا يتمكن. ف
فلذا يقولون أنتم أحرار، لا يعني تعملوا شيئا يكون زفت عليكم بأيديكم. لما في هذه الرواية، في هذه القصة، لما اقترحوا لأمير المؤمنين عليه السلام أن ينظر للشفاء الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، معلوم مرض مو مرض مثلا عادي، مرض يعني صعب جدا، لما اقترحوا بالناس الإمام أمير المؤمنين نذر ثلاثة أيام صوم، ممكن يقول مثلا الشهر أصوم، أو مثلا أتصدق بكذا وكذا، ثم يشاهد أنه يعني مو قادر. إنسان لازم يكون حين النذر يكون حتى لا يقع فيما بعد في حنس النذر، في حنس النذر. يقولون واحد كان يركب السيارة في الطريق، فسيارة قطع الإشرائط هذا البريك، فوقع السيارة يعني يذهب إلى أن يسقط في تحت الجبل، فشاهد أنه هذا إمام زادة يلا القبة إمام زادة، قال من بعيد يا إمام زادة إن نجحت من هذا المشكلة يعني أدفع نصف مالي لك مثلا في هذا المحل. فاتفاقا وقع في هذا صخرة، توقف السيارة، هو يعني خرج من سيارته وذهب في الإمام زادة في الحرم وشاهد الحرم، فتبسم وقال أنا قلت لك سيدي يا ابن رسول الله أنت اللي تدعو لي بهذا، لأن أنا ما أقدر أن أصرف نصف مالي. يعني بعض الأحيان هكذا إنسان حينما ينظر معقول حتى يقدر أن يعمل بما هو الناس، لأن بعض الناس ينظرون ثم يتصلون شيخنا هل ممكن يعني نغير هذا الناس، أو أنا أشك هل يعني عملت بالسيقة الواقعية من الناس، يبدون بأن يشككون في الناس في كيفية الأداء، مع أن في حنس الناس يعني أنقول لكم يعني مسألة شرعية أنه بالنسبة إلى حنس النذر أو العهد كفارة حنس النذر أو حنس اليمين حنس العهد يكون كفارة إتق رقبة، يعني تخيير بين هذه المراحل، إما إتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو إذا عجز عن كل ذلك صوم 3 أيام متواليا. هذا الخصوصية الأولى لأهل البيت، يوفون بالناس. الخصوصية الثانية الخوف من القيامة، يخافون يوما كان شره مستطيرا. الخوف من يوم القيامة لا من جهة أن الله سبحانه وتعالى يظلم على أحد، بل من جهة أن الحساب يكون بالعادل، كما مثلا في الرواية أنه يسأل عن الإمام عليه السلام أن هذه الآية تقول ويخافون سوء الحساب. سوء الحساب يعني أن الله سبحانه وتعالى يأخذهم يعني يأخذ الناس بحساب سوء. لا، الإمام سلام الله عليه قال سوء الحساب يعني الله سبحانه وتعالى يأخذهم بالعدالة بعدله. يخافون أن الله سبحانه وتعالى يأخذهم يوم القيامة بالعدل مو بالفضل. فلذا في بعض الأدعية الواردة من المعصومين عليهم السلام أنه رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك،
هذا هو معنى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يدخلون الجنة بفضل من الله. وإذا يريد يتعامل بالعدالة لا، واحد سأل أنتم قال أنا إذا أدخل الجنة بفضل من الله، كل ما عندنا من الله سبحانه وتعالى. فيخوفون يوما كان شره مستتيرا لأنه يوم العدل نزعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. يا في الآية الشريفة أخرى تقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فلذا يخافون. الثالثة الخصلة، الثالثة الله سبحانه وتعالى مدح أهل البيت من جملتهم فاطمة الزهراء إطعام الطعام، يوفون بالنذر هذا الصفة الأولى، يخافون يوما كان شره مستتيرا، الثاني الثالث يطعمون الطعام على حبه. إطعام الطعام والتوجه إلى الفقراء والمساكين، قال صلى الله عليه وآله من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان في ملكوت السماوات. قال الصادق عليه السلام من أطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يدركون إلا الله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال عند الله إبراد الكباد الحارة. إذا تأتي يعني الماء لواحد عطشان حتى حيوان عطشان، لأن الرواية في إطلاق إكباد إبراد الكباد الحارة إشباع البطون الجائعة، بطون أعم من الإنس والحيوان مو فرق. والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعان وأخوه أو جاره المسلم جائع. هذا بالنسبة إلى محتاجين، ولكن مسألة الإطعام مطلقة أنه يؤكد على إطعام المؤمنين، وفي بعض الرواية أنه كإطق رقبه على الإطلاق ولو لم يكن محتاجين. هذا يدل على أن الهدف من الإطعام لا يقتصر على رفع الاحتياج المحتاجين فقط، بل لجلب المحبة وتحكيم حبائل المودة بين الناس أيضا، هذا أمر مهم. والضمير في حبه يعود كما قال بعض المفسرون إلى الطعام، يعني يطعمون الطعام على حبه، على أنهم محتاجون لهذا الطعام، يعني يؤثرون آثروا غيرهم. الخصلة الرابعة للأبرار إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني جميع أعمالهم خالصة لوجه الله، لا يتوقعون من الناس الشكر والتقدير. فإن قيمة العمل في الإسلام بخلوص النية، وإلا فإن العمل إذا كان بالدوافع غير الإلهية سواء كان الرياء أو لهوى النفس أو توقع الشكر من الناس أو لمكافات مادية فليس لذلك أثر معنوي ولا ثواب إلهي. لقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك إذ قال لا عمل إلا بالنية وإنما الأعمال بالنيات.
والمراد من وجه الله هو ذاته. إنما نطعمكم لوجه الله، يعني لذات الله، احتسابا لله سبحانه وتعالى، لا بمعنى أنه حل لله سبحانه وتعالى وجه أو مثلا تجسيم، لا، مو هذا معنى كما ورد في رواية. فلذا في كثير من الآيات هذه التعبير موجودة، كما تقول وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. في آية أخرى تقول اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا إلى آخر الآية. يعني المراد من وجه الله يعني التوجه إلى الله في بعض الروايات، كما روي أنه قيل ذلك لأبي عبد الله، أن الوجه الله يعني وجه، يعني كأنه وجه لله سبحانه وتعالى، كأنه جسم. فقال سبحان الله لقد قالوا قولا عظيما، إنما أني الوجه الذي يؤتى منه، ومعنى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء من أعمال العباد هالك وباطل إلا ما أريد به الله سبحانه وتعالى. فوجه الله يعني ذات الله، التوجه إلى الله، هذا الخصلة الرابعة. الخامسة والخصلة الأخيرة للأبرار ولفاطمة الزهراء عليها السلام الخوف من الله عز وجل. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والتعبير عن يوم القيامة بالعبوس والشديد للاستعارة، إذ إنها تستعمل في وصف الإنسان الذي يقبض وجهه ليؤكد على هول ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، يعني حوادث ذلك اليوم تكون شديدة إلى درجة أن الإنسان لا يكون فيه عبوسا فقط، بل حتى ذلك اليوم يكون عبوسا أيضا. القمطر، قمطر بمعنى الشديد. وهنا سؤال يطرح نفسه، وهو إذا كان عمل الأبرار خالصا لله سبحانه وتعالى، فلما يقولون إنا نخاف عذاب يوم القيامة، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا؟ إذا كان العمل لله لوجه الله، ليش يعني هذه التعليل في كلامهم؟ وهل يتناسب دافع الخوف من عذاب يوم القيامة مع الدافع الإلهي، يعني يكون العمل لأجل الله فقط؟ والجواب بالالتفات إلى أن الأبرار يسلكون السبيل على كل حال إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كانوا يخافون من عذاب يوم القيامة إنما يكون لأنه عذاب إلهي. وهذا هو ما ورد في الفقه، ويقولون الفقهاء في باب النية في العبادة، من أن قصد القربة في العبادة لا ينافي قصد الثواب. إذا نقصد أن نصل إلى مثلا الثواب الفلاني، هذا يبطل العمل؟ لا، جميع الفقهاء يقولون لا. أو الخوف من العقاب، يصلي خوفا من عقاب الله، أو حتى اكتساب المواهب المادية الدنيوية، هذا لا ينافي قصد الله ووجه الله. مثل شنو؟ مثل صلاة الاستسقاء، نحن نصلي ركعتين بعنوان صلاة الاستسقاء، نطلب المطر، هذا يعني المسألة مادية، ولكن الصلاة لوجه الله سبحانه وتعالى هذا لا ينافي. نعم، أعلى مراحل الإخلاص في العبادة أن تكون
في عدم تعلق بالنعم حتى الجنان أو خوف من الجحيم. إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنان. هذا أعلى مراتب مختص بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. والتعبير هنا وهذا جواب أخير، والتعبير هنا بإنا نخاف من ربنا يوما عبوسا. ما قالوا إنا نخاف من يوم، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمتلينا. وهذا هو كلام دقيق. وفي الختام أقرأ لكم بعض الأشعار في مدح فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يعني التي هي المحور لأصحاب الكساء. ما هي مقامها وما هي منزلتها؟ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها بزعة مني، هي قلبي الذي بين جنبي، هي سر الله الأعظم، بدنها سر، قلبها سر، روحها سر، قدرها ومكانتها سر، قبرها سر، هي السر في السر، ولكن يكشف عن هذا السر يوم القيامة. لذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أول من يدخل الجنة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام من النبي إذا نوضحها معنى هذه الكلمة، يعني دخولها في الجنة قبل الجميع، يعني هي متقدمة وآدم من خلفها. ما هو آدم؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هي متقدمة ونوح من بعدها، سلام على نوح في العالمين. هي متقدمة وإبراهيم من خلفها، الذي إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قول إني جاعلك للناس إماما. هي متقدمة وموسى صاحب آيات التاسع في الرواية، الذي قال في حقه الله سبحانه وتعالى: وأنا اخترتك لنفسي فاستمع لما يوحى. هو من خلفها. وهي متقدمة وعيسى كلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم سلام الله عليه، من خلفها. وهي متقدمة ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الكائنات من خلفها، مشكات نور الله جل جلاله، زيتونة عم الورى بركاتها، هي قطب دائرة الوجود ونقطة لما تنزلت أكثرت كثراتها، هي أحمد الثاني أحمد عصرها، هي عنصر التوحيد في بركاتها، هي بنت من؟ هي أم من؟ هي حليلة من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ فمها يرتل آي ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها. الشعر للفقيه الكامل الواصل المرحوم الفقيه الإصبهاني: جوهرة القدس من الكنز الخفي، بدت فأبدت عاليات الأحرف، وقد تجلى من سماء العظمة من عالم الأسماء أسمى كلمة، بل هي أم الكلمات المحكمة، في غيب ذاتها نقاط مبهمة، أم أئمة العقول الغر، بل أم أبيها وهو علة العلل،
روح النبي في عزيم المنزلة وفي الكفاء كف من لا كف له، يعني كف أمير المؤمنين الذي لا يكون كف له إلا فاطمة. فإنها الحوراء في النزول وفي الصعود محور العقول، فإنها قطب رحل الوجود في قوسي النزول والصعود، وليس في محيط تلك الدائرة في قوسي النزول، بل مدارها الأعظم إلا الطاهرة. هذا يعني شعر من واحد يعني فيلسوف، الفقيه والفيلسوف. هي البتول الطهر والأزراء كمريم الطهر ولا سواء، كمريم ولا سواء. فإنها سيدة النساء ومريم الكبرى بلا خفاء، وحبها من الصفات العالية عليه دارة القلون الخالية. أسأل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا شفاعتها في الآخرة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم شافي مرضانا سيما المنزورين منهم، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديك. أوصيكم عباد الله بتقوى الله واتباع أمره ونهيه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله.